السلام عليكم اخواني، جيتكم بهذا الموقع الرهيب جدا. سنشرح كيفية التسجيل في موقع شاتر ستاك. ما عليكم الا بتتبع الفيديو الى النهاية. موقع رهيب جدا. الموقع يمكننا من بيع الصور او الفيديوهات، وايضا من تحميل الفيديوهات او الصور للعمل عليها. لكن اليوم في هذا الفيديو سنتعرف عن كيفية التسجيل في الموقع وكيفية بيع الصور والربح منها. كما تعلمون الموقع لا يدعم اللغة العربية، يدعم جميع اللغات لكن اللغة العربية لا يدعمها. سنقوم بتنزيل الصور إن شاء الله في هذا الفيديو والبدء الربح وفتح الحساب بطريقة ناجحة. هنا يمكنك تحميل 10 صور مجانا بدون أي مراجعة والربح منها، لكن سنقوم من التسجيل بطريقة رهيبة جدا لتحميل العديد من الصور والربح منها من الموقع نفسه. علينا إلا بالنزول إلى الأسفل والضغط على Vendre votre contenu هنا، وستقوم بإعطائنا هذه الوجهة وسنضغط على سانسكريغ بهذا الشكل. سيقوم الموقع بإعطائنا هذه الصفحة، يجب ملؤها بالاسم الكامل في الأول. أنا لم أقم إخواني بقص من هذا الفيديو لكي تتعرفوا على الطريقة الناجحة للتسجيل. الفيديو طويل شيئا ما لكنه مفيد جدا، وإذا قمتم بمشاهدته ستقومون بالتسجيل بطريقة ناجحة. أنا عندما قمت بكتابة اسم واحد لا يقبل الموقع، لكن الموقع يقول لي كتابة اسمين بمعنى الاسم الكامل. وهنا سأكتب ايميل مفعل، وما علي الا باختيار اخواني كلمه السر. لكن الموقع لانه موقع قوي يجب يطلب مني ادخال رقم سري قوي، وانا ايضا ساقوم بادخال رقم سري قوي فيه الحروف الكبيره والصغيره وفي حتى الاشارات لكي يقبلها الموقع. لاحظوا معي، سأقوم بتغيير الرقم السري إلى رقم سري قوي، وأوتوماتيكيا سيقبلني الموقع هكذا. سأقوم بتغييرها إلى هكذا، لاحظوا معي، والآن الموقع قام بقبولي وسأضغط على التالي. والآن قمنا بالتسجيل في الموقع لبيع الصور، وسنقوم بالذهاب إلى الجيميل الخاص بنا لتفعيل حسابنا من خلال الجيميل الخاص بنا. سنضغط على هذا الرابط شاترستوك هنا. والآن قال لي votre adresse email a été vérifiée، قام بعمل verification للإيميل الخاص بي، وهنا سيقوم بإظهار لي أيضا هذه الصفحة التي قوم بإدخال فيها جميع المعلومات الخاصة بي، الأدرس الخاص بي، وهي مهمة جدا لأنها هي التي يقوم الموقع بمعرفة عنك جميع المعلومات لكي يقوم بالدفع إليك هكذا. أنا قمت بملء جميع المعلومات لكي لا أطيل عليكم الفيديو. سأضغط على التالي. بعد ذلك الموقع أعطاني هذه الصفحة، سأضغط مباشرة على ميتر أونلين بمعنى تنزيل أو أكسيدي أفوتر تابلو دو بور. سأضغط على أكسيدي أفوتر تابلو دو بور، هذا هو تابلو دو بور الخاص بي أو داشبورد الخاص بي. هنا اللغة فقط اللغة الفرنسية وجميع اللغات ما عدا اللغة العربية. لاحظوا معي إخواني، أنا أتوفر على $0، ولكن إن شاء الله سأشارك معكم عند الربح من أي صورة. وهنا في اليسار إخواني ستجدون جميع المعلومات. إذا أردتم تنزيل صور أو فيديوهات، لكن أنا اليوم سأشرح لكم على الصور. الصور إن شاء الله وسنقوم بتنزيلها من هنا ميتر لو كونتينيو أونلاين. هنا الفيديو وهنا الصورة. أنا سأقوم بتنزيل صورة، ما علي إلا بالضغط على موافق، وسأقوم بأخذ الصورة من الاستوديو. سأخذ صورتين
فقط أنا قمت بوضع هذه الصورة فقط لمعرفة كيفية تحميل الصور، لكن ليست لا تقومون بتحميل الصور فقط، لكن يجب إدخال معلومات الصورة، أين توجد الصورة، هل الصورة متعلقة بالطبيعة أو متعلقة بخرجات أو أطعمة أو مناظر أو أي شيء. من هنا سأضغط هذه الصورة، الصورة التي قمت بتحميلهم، وهنا سنقوم بإدخال جميع المعلومات الخاصة بنا وإلى أي مجال تنتمي هذه الصورة، هل هي للطبيعة أو إلى الدول أو إلى السماء أو إلى الفلاحة أو إلى الأكل أو إلى أي شيء. أنتم يجب عليكم إخواني الإبداع في هذا الموقع، لأن أي شخص له مميزاته التي يتميز بها. أنا شرحت لكم فقط الأساسيات، وأنتم قوموا بالإبداع في هذا الموقع. وهنا سنذهب إلى خانة الدفع. لاحظوا معي هنا الموقع يدفع لكم 35 دولار عن طريق الباي بال أو سكريل، لكن 500 دولار عن طريق الشيك، يقوم الموقع بالدفع لكم أيضا بطريقة الشيك. سنضغط هنا للتعرف على المزيد، باغاميتر افوتر كونت، هنا هذه الكتابة بالأزرق سنضغط عليها. هنا جميع المعلومات الدفع التي قمنا بتعبئتها، لكن إخواني أنصحكم بوضع هنا، لاحظوا معي هنا الباي بال والبايونير والسكريل. أنا سأختار الباي بال وسأقوم بتغيير إخواني الحساب، لأن هذا الحساب لا أتوفر عليه في على الباي بال. سأقوم بوضع حساب آخر، حساب أتوفر على الباي بال فيه، وهنا بالأسفل بايمو مينيمو، يعني الدفع أقصى دفع هو 35 دولار، يعني عندما نقوم بالوصول إلى 35 دولار عاد الموقع يقوم بالدفع. وسأقوم بحفظ جميع التغييرات التي قمت بوضعها في أو تغييرها على الموقع. هكذا جميع المعلومات الدفع قمت بملئها بطريقة ناجحة. سأقوم بحفظ جميع المعلومات، والموقع يدفع بالدولار والأورو أيضا. يجب عليكم إخواني تتبع الخطوات التي قمت بها للربح من هذا الموقع، لأنه موقع صادق جدا ويدفع. لاحظوا معي هنا سأقوم بالإطلالة على الصور التي قمت بتحميلها. لاحظوا معي الآن هي الصور في طور المراجعة، لأن الموقع يقوم بمراجعة الصور، هل هي تتوفر على حقوق طبع والنشر أم لا، وهل هي ملائمة لنشرها في الموقع. إخواني سأترك لكم رابط الموقع أسفل الفيديو لكي تقومون بتحميله وبدء العمل عليه. وإلى هنا شاركت معكم كيفية التسجيل في هذا الموقع للربح من الصور، وإلى موقع جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.